السلام عليكم. سي حسن بخير؟ الحمد لله. شحال تقريبا من سنه باش عدتهم؟ 3 سنين هذه ان شاء الله. 3 سنين وانتم خدامين هون في دابا؟ حنا ديال 3 سنين باش بدينا العمل، والحمد لله دابا ماشي العمل في احسن ما يرام. حنا مختصين في السياحه الايكولوجيه بمجال التراث المحلي والبرودوي تيروار ديال الواحه. حنا كنقدموا منتوج اللي هو 100% من منتوج الواحه، بما فيها خضروات، فواكه، الكسكس، خماسي، يعني كل ما يتعلق بالواحه نحن نقدمه للسواح بطريقه نحن المعروفه. يعني هون مواد طبيعيه تستعملها؟ طبيعيه 100%. يعني حتى يمكن الخضار هون بيو يعني. إذن كل الخضار، الخضر وما مشتقات من كمان القمح والشعير والذره كلهم منتوج محلي، منتوج بطريقه تقليديه طبيعيه 100% بدون مواد كيماويه، بدون مواد صناعيه كذلك. شحال تقريبا يشتغلوا معاك الناس هون محلي؟ هناك اشخاص اللي هم دائمين، هناك اشخاص غير دائمين. اذا دائمين حوالي 6 افراد، ولكن غير دائمين ما يفوق حتى 25 فرد. بالنسبه لاقبال السياح هون، كان اقبال شوي السياح الداخلي؟ السياحه عندي انا هي السياحه الداخليه. اذا 90% كانت تعتمد على المغاربه بخصوص، و10% تعتمد على المجال السياحه الاوروبيه. يعني يجوكم جنسيات مختلفة؟ بطبيعة الحال هناك عدد من السياحة، من أولهم هما الفرنسيين، ثانيا السويسريين، ثالثا البلجيكيين، ويليهم بعد الإسبان، بعد الألمان، وبدا فيها في الأخير بعد الروس. شنو قنوات التواصل معهم يعني باش يعرفوا؟ هناك موقع إلكتروني في داخل في الانترنت، وكذلك هناك www.darnoun.com، وهناك ايضا عبر التواصل الفيسبوك اللي هو عندي في صفحه هي جيت واد نون او ميزون دوت واد نون. واهم حاجه عندي انا وهي لابوش او غيدن، الاشاره عبر يعني الأشخاص. اي زائر هون يمشي يحدث اصدقائه. هذا هو الاهم عندي. ممكن عد جوله هون في هذا طبعا يمكن الغرف، غرف حاجه الاعداد نوجدوا بعد يلاه كنخرج جروب، وان شاء الله نستقبلوا واحد ثاني. كلهم مصنوعين تقليديين، نحن حافظنا على الملف التقليدي. هناك حائط مصنوع من التراب، اذا حتى السقف هناك ايضا السقف يعني حتى مواد بناء، مواد بناء اوليه واحاتيه 100%. نحن اعتمدنا بشكل كبير جدا على المنتوج الواحاتي، بما فيها المواد البناء، بما فيها المواد التسقي، مواد حتى مواد الخشب السرير، وكذلك مواد 100%. حتى المنتوج الذي نقدمه من الاكلات لشي مطعم هو واحاتي 100%. تفضل معاك. نحن دائما عندي استقبال عند العائلات. هناك مطبخ، اذا هناك 4 غرف، هذا حمام، وهذا بيت ايضا بس على الاساس التقليدي 100%. هناك نشوف هون الويش. اذا هذاك الويش هنا، اذا ملحفة على اساس الحاجه اللي هي جد بسيطه لكنها معبره ايضا. تخلي السائح يعتقد على انه فعلا يعني في الخيمه، في منطقه واحده او في خيمه على شكل خيمه. هذا البيت على شكل خيمه بمواد بسيطه، هي الملحفه السره على التراب، ولكن الحاجه الاولى وهي الاسره هي من نوع جيد، خاصه الاطباق نوع جيد ايضا. هذا هو طبعا نزل يعني نوع جيد، نفسه مرتاحا جيدا. نحن الان في مدينه هذا هو عندكم طبعا يمكن حتى متحف ياك؟ نعم، هناك ممكن كل ما احتفظت به انا هنا هو موروث من العائله. هنا احتفظت بكل مورد، هذا مورد عائله، نحن من اصل رحل، اذا ولكن استقرت اجدادنا وكذلك هنا، وانا احتفظت بكل هذا منتوج عائلي فقط. هذا مواد للمطبخ او للمنزل من عائلتي. هناك اشياء بسيطه لكنها معبره كما تلاحظون. هنا صحن كبير، هذا على حسب الضيوف، وهذا
الدار الساكنه الدار للعائله. هناك مسائل هي بسيطه لكنها من عائلتي واحتفظت بها انا، وها انا اليوم اوجهها للسواح حتى اشرح لهم كيف كانت الحياه قديما. يحدث انه السياح يطلبوا منك انهم يحصلوا على هذه الاشياء والله؟ بطبيعه الحال الانسان عندما يكون هنا اذا دائما يوجه اسئله، كيف كنت تعيش هنا؟ كيف كانت هذه كيف كانت الحياه البدويه قديما ببساطتها بمزايلها؟ اذا كانت هناك اسئله كثيره وانا احاول دائما ان اعطيهم وجهه نظر مقربه عن الحياه اللي كانوا يعيشوها اجدادي واهلي وقبيلتي قديما. ان هناك مسائل مثلا هذه الشكوى، وهذه تا سفره. اذا هذه ربما تا سفره اللي لاش كانت تعرف. اذا احنا دابا بثلاث تا سفره ولا سامسون دابا هذه كانت تضع فيها المراه كل مقتنيات حلي وكل ما هو عزيز عليها. هذه جلديه هي مصنوعه من الجلد. كان أدوات البناء مواد البناء كيسموها تابوت. المسائل اللي هي عائلية منزلية فقط. هناك مقر هنا وضعنا خيام نحاول ما يمكن نضع السائح في النمط الذي كنا نعيشه، لأن نحن كنا ننتقل عبر الخيام. بهذا وضعنا خيام داخل الواحة حتى نري السائح ما كنا نعيش داخل. إذن هذا هو خيام. كم الخيمة تقريبا عندكم؟ أربعة. خيام شعر هذا؟ خيام شعر. هناك خيام بساطة، خيمة عادية لكي يستريح فيها الشخص أو يكذب. وحتى هناك أدخلنا نوع من التدليك الطبيعي، نسميه مساج اون فرونسي، تدليك طبيعي بمواد أولية منها زيت، مثلا زيت الزعتر أو زيت أرغان أو زيت العود أو زيت كذا. نحاولوا ما يمكن نعطوا واحد الراحة للمواطن، منها هدوء، منها سكينة، منها أكلة جيدة، منها حتى التدليك. هناك بدأنا نستعمل هذه البداية، هذه المنطقة ديال التدليك. هون هيدا هون تعطي الحصة ديال التدليك. إذا كان هون الناس اللي قبضوا خبرة في التدليك؟ نعم، هناك فتاة هي أصلها من منطقتنا، ولكنها تجولت كثيرا في بلدان أوروبية وأخذت العديد من التجارب، واليوم نوفر لها فرصة عمل بدون مقابل نحن. ولكن بالنسبة لها هي، إذا أنا راحتي وهي عن سائح ما يأتي يلقى راحته، ولكن هي تستفيد من الزبناء. أنا وفرت لها باش نحاول ما أمكن نعين ساكنة الواحة ككل، كل واحد يستفيد بقدر المستطاع. إذا هذا كلهم خيام معدلتهم. هذه ملي جلسة، هذه راحة فقط بسيطة جدا حتى يتمكن أيضا من يريد أن يسترخي هنا، فالأمر جيد. هون كان حضور النخلة قبالة، يعني كان حضور قوي للنخلة بحكم أنها منطقة واحية. هذه فعلا نحن أبناء النخل كما يقال، فهذه النخلة ربما كل من رآها يستغرب كيف نموها كيف تكونها، فلهذا تركتها كما هي، فهي تعطي ثمارا جيدة ونحن نستفيد منها مرتين، من ناحية منظرها الجميل ومن ناحية ثمارها أيضا الطيبة الرطبة. حد جاي الخيمة الأبدى من معينتها؟ والله مرحبا بك سهلا بك. يلا مرحبا. الله يجزيك بخير، تفضل مرحبا. يجزيك الخير. صحتك ورحمة الله. يجزيك. واجبنا معنا تاي حسن. والخيمة بلا تاي راهي ما. نجيبوها نعم نعمر كاش مين هنا. الله يلاه. دود نصري دود نصري. الو دونك جو. تي مات. وي. دونك جو تو مونتري ويلي مارجان دونك تي بي ماتوندر دوفو مارجان. مارجان ولا هو يزين بلا دونك فيغ لا رو دو تيغمات دونك جاريب تو دو سويت. ميرسي بو. ميرسي بو.